السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة روزلاند؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو عن السليبرات القمر اللي انت شايفينها دي، تشكيلة جديدة. طبعا في طبعا جبنا اطفال وولاد وبنات، وكمان الحريمي بتاعنا. دي الاشكال اللي موجودة معانا. احنا شفنا المرة فاتت السليبر القمر ده، تتكرر معانا برضو بكل الوانه. وطبعا المرة فاتت شفنا السليبر ده نازل منه بقى الشكل الفلاور دي، حلوة قوي. شايفين الالوان بتاعتهم ونفس الخامة، برضو الخامة رابر مستورد. وكمان جبنا الشكل الجديد ده، شايفين الشكل ده حلو قوي ازاي، عامل زي الكوتشي كده وينفع خروج جدا، شكله حلو قوي. وكمان جبنا البابلز ده برضو، عليه شغل السيليكون ده حلو جدا، ومقاساته برضو كلها موجودة زي ما انتوا شايفين كده. وده الاسود من البابلز جميل قوي، وبصوا الابيض بتاعه تحفة. خلونا كده نشوف واحد مع بعض. بصوا الابيض عامل ازاي، بصوا جماله، شكله شيك جدا 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 جدا، وخامته حلوة قوي. وبرغم الحجم بتاعه ده هو مش تقيل خالص، لا ده هو خفيف جدا. بصوا كده، دي الاشكال كلها معايا من الكبير. واللون البينك ده برضو مطلوب كده الفترة دي، والاسود والابيض عندي برضو الشكل ده، عايزين نشوفه كده مع بعض. ده نازل برضو جديد، شكله تحفة قوي، شكله خطير جدا في الرجل. بصوا جماله، شكله تحفة تحفة تحفة. النعل بتاعه خفيف جدا برضو وشكله حلو. تعالوا بقى نشوف الاطفال اللي معانا. الاشكال القمر دي كلها برضو الوانتها حلوة جدا واشكالها. تعالوا كده خلينا نتكلم عن اول واحد اللي هو بشكل البندة ده. السليبر ده شكله شيك جدا، بصوا يعني لو انت طفلك بينزل حضانة دروس او كده، ده هيبقى معاه شكله شيك جدا وشكله حلو. خامته برضو نفس الخامة الرابر المستوردة، وكمان في بقى شغل حركات للاطفال، ده بجيبه حاجات من دي. موجود منه الاصفر برضو والكشمير والوان كتير منه. تعالوا برضو نشوف النوع التاني ده اللي هو ده كده. بصي ده، بصوا كده الشكل ده، مكتوب عليه هابي كده من هنا. بصوا شكل الوردة بتاعت عباد الشمس دي، شكلها تحفة جدا جدا جدا. طبعا موجود ده منه مقاساته، موجود هنا منه اللون الكشميري الهادي ده والفوشيا او البينك. هنا برضو دي تشكيلة تانية من الاطفال. بصوا الاشكال دي، في منها ولادي عليه سبايدر مان زي كده. بصوا الاشكال دي برضو شكلها تحف 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 يعني. خلوني اوريكم برضو ده، نشوف منه بصوا ده البناتي المقاسات مثلا بتاعته. هنا هو 33-34، ده موجود كل مقاساته برضو. شايفين الجمال، شكله شيك جدا جدا. بنتك تبقى لابسه حاجه زي كده خفيفه في رجليها في الشتاء، في نفس الوقت مدفياها على شراب، شكله شيك تحفه قوي. برضو بصوا برضو، بصوا برضو المقاس الصغير ده، الجو ساقع بقى مش عارفين نتكلم، مش عارفه ايه. بصوا بصوا الشكل بتاعه، شايفين شكله من تحت عامل ازاي، في شغل كمان من اللي جناب الحاجات دي. بصوا وعليه بطوطه كده، شكله جميل. ده برضو في منه الاورنج والموف والبينك والاحمر بمقاساتهم بقى. والشكل اللي احنا شفناه اللبني ده، في منه البينك والفيروزي واللبني. كمان عندنا الشكل القمر ده، ده الكروكس بتاع اخطر كات كوت. الكروكس ده شغال جدا 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 الفترة دي، هو بيبقى نظامه كده الفردتين رسمة ورسمة زي ما انتوا شايفين كده. الكروكس ده مستورد، موجود منه مقاسات الاطفال من اول 21 او 22. وده برضو الطبي اللي هو ده، ده برضو نازل معانا. ومعايا بقى حاجة كده ولادي اولاد. بصوا الشكل ده، شكله شيك جدا جدا جدا. وبصوا الكروكس من هنا بحرف من ورا، فالحرف ده بيخلي له كأنك لابسة كوتشي كده. شايفين جماله، بصوا الجمال، وخامته خفيفة جدا 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 جدا. تعالوا كمان نشوف بقية السليبرات اللي معانا. موجود كمان معايا السليبر اللي هو المقاسات، خلوني كده نشوف، تقريبا 34-35 زي ما انتوا شايفين كده. بصوا شكله، شكله تحفة جدا. ده موجود منه الابيض والاسود برضو. وده بقى المقاسات الصغيرة من البامب،
او من البابلز. بصوا شكله عامل ازاي، والكلام اللي هنا ده كده ممكن بيتشال وبيتحط، بس شكله حلو قوي وهو محطوط كده. جايبه التشكيله برضو القمر اللي معايا دي، تمشي حريمي وتمشي ولادي، شايفين شكلها اللي هو البابلز من غير اي لعب زي كده مثلا، فاهمين؟ شكله شيك برضو، شكله حلو جدا في الرجل. بصوا عامل ازاي، ده الكشمير، وفي منه اللون الكافيه ده خطير جدا برضو، والابيض مقاساته كلها 37 38 39 40، وفي منه كمان 41. بس كده، وكده ده يكون نهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.